تنعقد اليوم في الجزائر القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز بحضور رؤساء وحكومات الدول الأعضاء. وكانت الاجتماعات التمهيدية للقمة ناقشت على مدار يومين أهم التحديات التي تواجه المنتجين، من بينها التوجه الأوروبي نحو فرض غرامات على بعض المنتجين في إطار الانتقال الطاقوي، ما يهدد إنتاج وتصدير الغاز. تنضم إلينا الآن من الجزائر مراسلتنا نهد زرواطي. نهد، أهلا بك معنا، نتابع معك المزيد حول هذه القمة، أجندة هذه القمة والأهداف. بالفعل كان من المفروض أن تبدأ القمة منذ ساعة دالية، ولكن ربما تأخر وصول أمير دولة قطر حال دون بدئها في وقتها المحدد. طبعا الآن أعلن عن وصول الرؤساء إلى قاعة المؤتمرات التي نتواجد بها، قاعة المؤتمرات الدولية التي ستحتضن هذه القمة السابعة للدول المصدرة للغاز. العديد من المخاوف ستطرح خلال هذه القمة، منها كما تفضلت بالذكر الأتاوات والغرامات التي ربما ستفرض من قبل الدول الأوروبية على ما تعتبره طاقة غير نظيفة، وأنها تتوجه إلى الطاقة النظيفة كما وفي المقابل يدافع الحضور اليوم على أنه لا يمكن اللجوء إلى الطاقة النظيفة بدون الغاز، وأنه اللجوء والذهاب إلى توجه نحو الطاقة النظيفة يعني يدوم لسنوات ويتطلب سنوات، يعني لا يمكن الاستغناء على الغاز، وأن هذه ورقة فقط تلوح لها أوروبا للتحكم في أسعار الغاز التي تخرج من هذه الدول. طبعا أيضا يدافع المشاركون اليوم على إفريقيا والدول التي تنتج أيضا ومتحكمة في احتياطي الغاز داخل هذه الدول الإفريقية، يدافعون على سيادة هذه الدول على ما تمتلكه من احتياطات للغاز، يدافعون على ضرورة استثمار وضخ أموال داخل هذه الدول الإفريقية لإخراج هذه المادة الطاقية داخل هذه الدول الإفريقية. طبعا كما قلت هي عديد المشاكل التي ستطرح اليوم، وأيضا زيادة في عدد الأعضاء داخل هذه الدول التي كانت 12 عضو، وربما اتساع هذه الدائرة من 12 عضوا إلى ما هو أكثر. أمس تم الإعلان رسميا على إضافة السنغال كعضو داخل هذا المنتدى، ربما يتم الحديث عن موريتانيا والموزمبيق أيضا لاتساع دائرة الأعضاء داخل هذا المنتدى، ولما لا تحول من منتدى إلى منظمة وإن كان الأمر نوعا ما صعبا بالنسبة للمشاركين اليوم، ولكن كما قلت هو تحدي كبير لدول متكتلة تمثل 70% من احتياطي الغاز العالمي وتصدير ما يقارب 50% سواء الغاز أو الغاز المسال عبر الأنابيب وحتى عبر الناقلات داليا. شكرا لك مراسلتنا نهد زرواطي، كنت معنا من الجزائر.